نعم. يبتغون فضلا من الميت ورضوانا وقد ملأوا أكفهم خيبة وخسرانا. إيه نعم، بدل ما أملوه حصل لهم عكس ما أملوه، فحصلوا على الخيبة والخسران. نعم. فلغير الله بل للشيطان ما يراق هناك من العبرات، يبكون بكاء شديدا عند القبور، وإذا دخلوا في المساجد ما تقع منهم قطرة دمع إلى بيوت الله عز وجل. نعم. فلغير الله بل للشيطان ما يراق هناك من العبرات، ويرتفع من الأصوات، ويطلب من الميت من الحاجات، ويسأل من تفريج الكروبات، وإغناء ذوي الفاقات، ومعافاة أولي العاهات والبليات. ثم نعم، كل هذا يطلبونه من الأموات بدل أن يطلبوه من رب العالمين الذي خلقهم لعبادته وأمرهم بدعائه وأمرهم بطلب الحوائج منه، عدلوا عن ذلك إلى القبور والعياذ بالله. نعم. ثم انثنوا بعد ذلك حول القبر طائفين تشبيها له بالبيت الحرام، يطوفون به، يطوفون بالقبور، يشبهونه بالكعبة. نعم.